رايح يا حبيبي وين؟ راحت على الدرويش ياللي بيرضى وبيعيش، ضيع أمل ضيع حلم دهن الهوى ورنيش. راحت على الدرويش ميش أحلم وميش، لما القلب تعبى ظلم لبس أشواق وخيش. عيش 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 عيش، لا يهمك دموع لا يهمك تشويش، لا يهمك دموع لا يهمك كانوا عم يتطبشوا برا. والله ما بعرف ما بعرف شو بيعرفني انا شو بيعرفني، لانه القصه مو طبيعيه منهم. انت في شيء بينك بين اخونا سلطان؟ شو قصدك عمي ابو عدنان؟ شو معنات الحكي هذا؟ لا تكون عم تشكك فيني مثلا. انا اللي عم بسالك، انا ما بحب يصير تخبيص بورشتي. اخواتك الله يفك اسرهم قبل ما يفوتوا على الحبس، اثنين وصوني فيكي. شو اللي عم يصير برا مع الشباب؟ فهميني. شو بيعرفني؟ روح اسالهم انهم عمي ابو عدنان. ماشي، بكرة أنا بسألهم. بكرة لا تجي على الشغل. ليش عمي أبو عدنان قلعتني؟ لك لا، عنا بكرة وبعد بكرة رياحة وهي جمعيتك.
وين عم يروح بالا؟ تعرف شو؟ خايف تكون الشغلة كلها شغلة نسوان، حاكم الغيرة تعمل أكتر من هيك. شغلة مو شغلة نسوان، شغلة أكبر من هيك. ولنفترض الشغلة مثل ما عم تقول، بتكون مرتك هي اللي بدها ذبح. خاصة جوزي، ولك هذا مجنون عقله جوزتين بخرج لك إلها. اختي هذا اللي صار شو اعمل يعني؟ انا ما عاد اقدر اتحملها، خليهم يطلعوا يلاقوا لحل هالكلتاني. ايه الله يجرنا بشي اعظم. ولك بيت حماكي عندي انا اللي بعرفهم، انت لساتك جديده. ايه لا ستي ما بتعرفيني. امي ايوه شو عم تقروا انتو جوز؟ بعدين بفضلكم امي. لك اهلا وسهلا، لك طلع القمر طلع يا جماعه ونور بيتي. تقبريني بعيد الشر يا امي. شايفتك مروقة وعلى 24. إلي طلب إيدك حداد صحية. اسكتي يا أم اسكتي، لو تعرفي شو صار اليوم. شو صار؟ بضربوا فاتي ومطيع كرمالي بشرفي. مو بس هيك، لقيت لك خناقة لأول ما لآخر، لك أمي بيناتهم كل شي شباب زعران كانوا فيها، بيجي في أكتر من 50 زلمة. يا درصانة إيه والله، اللي طالع منك طالع من حد. لك اشتري 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 امي، لا تشلقي لا تشلقي لا تشلقي ايه. بس طلعي فيهم هدول العقارب التنتين شلون عم يطلعوا فينا ويتجسسوا علينا ويتنصتوا لي عليهم. كل واحدة فيهم قدنيها قد القطايف هاي. امي لا تردي عليهم. امي هلا تقفيني، روحي لعند مرت اخوك انفايل واسألي يا شلون صحتك، ان شاء الله بخير، ان شاء الله صرتي احسن، وارجعي لعندي. في لك عندي مفاجأة. مفاجأة شو امي؟ ليلي ما رح عندك. لا والله لك روحي وارجعي. ما بروح عند انفايل. ليش بصدتك محروقة؟ لك امي هيك الله خلقني. ليلي ان شاء الله ما رح عندك. لك امي بس وطي صوتي امي. ليلي اجاكي عريس؟ ايوه وان شاء الله حليوة. لك امي قبل ما تسأليني اذا كان حليوة، اسألي اذا كان مرمق. قال شو؟ ابن عز وعندن اموال وعنده سياره بيك اب بتفلج. وعرفتي مين ابوه؟ مين ابوه؟ ابوه صاحب البقاليه الكبيره اللي على الشارع العام قدام موقف الباص. ايوه ليكون هذا الاشقراني. ليش بتعرفيه؟ لك يا ما لاحقني. لك امي يا ما حفلاني تعبوا وراي، بس انا الصراحه ما كنت اعطيه وش. ليش؟ لاني ما كنت بحس بين القصاص تخطبي بوشواز، بتعرفي يعني وحده بتحب الستره وتتجوز، بس يعني كنت اعطيته حلو، كنت تحب بوشه وبتعرفي نظره في سلام في كلام في لقاء اولاد. تقبريني ان شاء الله. امي هلا تقبريني، اسالي الانفاس كيف صحتها شلونها، طمني عليها تقبريني وحياتي. ماشي يا امي. الفايز يعني ما بشي درويجي، بس هذيك هذيك السماوية يا أخي أمي. يا أخي أمي تحمليها، شو بدك تساوي؟ كرمالي كله بيوم إيه؟ أي تغيره أنا. لك يقبرني هالطول، يقبرني اللي مهون علي حياتي. شلونك حبيبة قلبي أم فايز؟ مش تقصرتي أحسن؟ إيه بدي. تسلمني عينك يا آدمية يا أكابر. قلوا لي أنتو الجو، شو كنتوا عم تبروتوا لما أجيت؟ ايه امي فهمت عليكي، ما بقدر ما بقدر. لما صدقته ايه ترى كل الوقت هو قالب خلقته فيني. طيب 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 ابو حسن تقبرني امي بدها تحكي معك على التلفون. شو بدها؟ ما بعرف ما دخلني، خد احكي معها. اهلا مرت عمي. لا منيح رايق. شو؟ خطابين؟ ومين دلن علينا؟ وما هو الأمر الذي جعلك تقطع علي خلوة؟ ماشي خليهم يتفضلوا. أو تتجرأوا على الدخول؟ لا لا ما بدي أعرف مين هني. أي واحد بده يتقدم له بدي وافق. شايفة كيف؟ هل أبلغت هذا الطائش الأرعب؟ بدي أحكي مع أمك. إلا لي أرفع من شأن زوجك بالجامعة. ايه امي كتر خيرك. لعنت إيه. عليك من ثعبان. ايه حبيبتي ما تطولي علي، ها بقي حاكيني. الله معك. ايه ها تقبرني شفت ليك ما احلاك. روح بركي هيك الله بيفتح نصيبة لهالبنت بشي عريس. يا حاجة تلبس يا حاج.
أنا مستعجل أكثر منك لحتى أجوزها، شايفة كيف؟ أبو حسن الله يرضى عليك ويرزقك بجاه النبي. خليني حط الله لقمه تاكلها المسكينه، صار لها 3 ايام ما دقت لقمه اكل، والله انا اللي ما بطيقه شفقت عليها لهالمسكينه. قومي حطي لها سم الهاري العمى، لك طول عمرنا منعلم على الناس باخلاقنا، اجا مين يعلم علينا بقله ادبه؟ الله يخلصني منها على اهون سبب. ايه روح الله يرزقك بحسنه هالولاد. مسرة قولي على عبد بدي شو صار للبنت. أبو حسن أبو حسن قولي على عبد شو صار للبنت. أبو حسن سيدي هذا اللوح صار له 4 أيام عم يضايقها ويلاحقها للبنت، وأنا بدي أخطبها سيدي. وشو اسم البنت؟ سيدي أنا بعرف اسم البنت. خلاص أنت اسمها رمزية سيدي. رمزية شو؟ خلاص أنت. والله يا سيدي والله ما قلت لي على الكنية. سيدي اسمح لي اقول شغله. شرف. شلون بنت بده يخطبها وما بيعرف كنيتها؟ شفت انه كذاب. وحضرتك بتعرف كنيتها كمان؟ لا سيدي. ولك يا عبي شو عليكم 30-40 شاب عم تتقاتلوا من شان بنت ولكم ما بتعرفوا كنيتها؟ يا عبي شو سيدي ممكن احكي كلمه؟ خلاص انت خلاص. شو بتحبوا اعمل فيكم هلا؟ شو رايكم راح لكم على النيابه؟ لا سيدي الله يستر عرضك، هاي اخر مره ما عاد نعيدها. وشو بيضمن لي يا حبيبي انه هاي اخر مره؟ ابا سيدي عميلك اذا بدك اكتب لك تعهد ما تعيدها. تعال بهجك تعال خذهم لهلا اباش ونزلهم لتحت وحلق لهم على الصفر. لك لا يا سيدي والله ما عاد يا سيدي والله ما عاد يا ليت تكون تربيتهم فكت الاذن لو اقرب على البنت تمت. يا ريت انت قلتها بتمك. يا ريت ويا ريت عمرها ما كانت تعمر بيت. لك عم بعيونك شو لوحة لك يخطبها للبنت؟ بيكون اخر يوم بحياتك هذا خاطرك. وهو لا عم شو بعمل لك اللوح؟ بقول انه خلص تربى مشي الحال يمشي. اخي اترك لي اياه اترك لي اياه وانا فصفصب اسناني فصفصب ارمطه ارمطه بزمصه. لك انا 10 زلم ما بيكفوني 10 زلم. اخر واحد سمعته كف سالوه بالمستشفى مين المكره اللي خابطك؟ لك انا زلمه بخوف وحش. شباب ما في شيء. وينك؟ انا بحركه واحده بدمر لك يا بحركه واحده. شو الحركه يا بروسي بقى؟ زيك زيك شو بتعلم مين؟ مسكني من هون بعدين لك روح. خوفتني والله. لا لا هو يكون محلي هو يكون محلي. خلص طلع من القصة انت. اخي انت مو صدقني اترك لي اياه وانا اليوم بدي ارتكب بجريمة والتوقيع سلطه. عم بقول لك اطلع من القصة. انا بروح لعند اهله للزلمة بحكي معهم يرضعوه. ما ارتدع في حكي تاني. وشلون بدك تعرف بيت اهله؟ صحيح والله شلون بدي اعرفه؟ اترك لي الموضوع لي. شلون انت بدك تعرفه بقى؟ انا بدبر حالي. لا اخي اترك الموضوع لي. هلا نطلع البيت عملنا عشاء. انا رايح لعند نجمية اجيب امك. شو بدك عشاء؟ ما في شيء. حط حواضر خلصني بقى لبنة جبنة مكدوس فقس لك بيضتين واحمي لي الحمام. حاسس حالي جربان بعد فوت المخبر. طب بس علبة السردين. لا كل شيء لعلبة السردين. ها بس اكل فرخ واحد مخبي الباقي ما اكل فرخ. خلاص خلصني افتحها. طيب هات مصاري مشان نجيب بيض. هذا اللي انا خايف منه. عرفان قفلتك لك تاخذ مصاري. لك يا اخي ما بدنا نجيب بيض. بيضتين ولا بيضتين؟ لك نجيب كم خيار نجيب كم خود. ما معي غيرهم خلصني. لك ما بكفوا شيء هدول ما بكفوا. قل له يسجل الباقي خلصني. لك الزلمه ما يحق باكيت. باكيت شو؟ لا باكيت باكيت متة. ليش عم تشرب متة كمان؟ لا خلص بطل خلص. فرزات هلي. يا اخي لا بعد خالتي نجميه مالها بالبيت.
اختي انا جاي اخذ امي من عندها ام طيعه عرفتيها؟ يبعت لي حمه عليك، ما ادري شو صار فيها. عم اشوفي شو صار امي. ايه تقبرني، كيف الشغل اليوم؟ ايميلي سيرت الشغل ماني طايق الدركسيون. ايه والله معك حق، يعني شي بيضيق الخلق ولازم ترتاح شوي. فلتان الفتيل تبع الباب واكلت طرقه بالشمعه. الله ستر عينك. بتعرفي هن بكره بدي فرق رطه خبز. ايه والله معك حق، اخي فادي بهاليومين معيون كثير، انا عم فكر نذبح له بالمره. ليش بيصير نذبح ونفرق خبز كمان؟ لك حبيبي انا في عندي اتاري خربانه، تروح معي تصلح لي اياها؟ يلا حبيبي تعال. يا ابو الميز ليش طافي جوالك؟ من شوي اخذنا اخلاق سبيل، بدي اياك ضروري. ايه ايه هلا دغري. يلا وين رايح؟ لسه ما شفتك. عندي شغل ضروري. اذا شغل روح الله يرزقك لك. الله يخلي لي اياك يا رب. غسلوا له معدته بس الدكتور قال لازم تضل لبكره ويلي بعده. طيب ليش خالتي ما عم تقولي غسلوا له معدته وراح الدواء اللي شاربته؟ هيك قال الدكتور بس ليش ما فهمت عليه. على كل حال انا مستعجله ولازم ارجع مشان اخذ الدواء، بس انت استفهم من الدكتور. طيب خالتي تيسري انت تكلي على خالتي. هي المصاري اللي اعطيتني اياهم دفعه لقدام. ولشو هدول خالتي؟ خالتي الله يوفقك لا تزعل مني، انا مره كبيره وما بقى اقدر اتحمل مسؤوليه امك، صايره عم تعذبني وتسبني وما عادت اقدر تلا، وعم تعذب الاولاد وتعضهم، وهدول لهم اهل يسالوا على الشارده والوارده، وانت ما بتريد تنقطع رزقتي، بقى خذ المصاري ولا تزعل مني. لا خالتي خليهم معك، انت مفضلة علينا وإلك معنا كثير. روح الله يخلي لي اياك ويقوم لك امك بالسلامه. يلا خاطركم. الله معك خالتي. الله معك بالسلامه. الله معك. خلاص اخي لا تزعل، امري لله، اذا اضطر الموضوع بترك الشغل وبقعد جنب امك. ما انت هذا اللي بدك اياه، بدك امك تمرض كل يوم مشان ترك الشغل. يلا بسيطه، خلي امي تقوم بالسلامه وبعدين بنحكي. الله يسلمك كباس هذا الزوار الكرام ان موعد الزياره قد انتهى. لفت انتباه السادة الزوار الكرام أن موعد الزيارة قد انتهى. بعد إذنك شوي. خير خير، شو صاير معي؟ مين حضرتك ولا زغرة؟ أنا صلت رفيقك، شو صاير معي؟ شو رفيقة ما رفيقة؟ شو أنت ما بتفهم ولا؟ إيش بك؟ شو أكلناها المخلوقة؟ رفيقتنا بالشغل شفناها مرضانة، جينا الحمد لله على السلامة وخلصت القصة، ليه ضايش؟ وليش عم تعيط ولا؟ روح ما خلقتي احسن ما اسخك كف هرلك لسانك. لك وحيات فادي وحيات غلاوتك، ان شاء الله بقبرك اذا عم كذب. كنت موجود جوات الخناقه، ضربت ضرب كثير قوي مواتي. لك في واحد سرخته بالخاتم هون اللي فزت شفته اجى لعندك ابو العضلات. بس لما اجت الحكومه شو عملت انا؟ قلت يا ولد يا فكيك دغري ملوص، لانه مو معقول انا وياك نتعبى، اذا كنا اثنين جوا مشكله، خلي واحد جوا وواحد برا، بركي اعتصني لك فادي. لك خلص خلص هلا، شيلني من هالسيره، مو مشكله. شبك ضايج لك روحي؟ روق لي اعصابك وخليك كول. لك اخ شو يعني كول؟ والله ما بعرف بس هيك بيقولوا بالعاده يعني. ابو الميز من الاخر عم فكر بكره امسكها والا اني جاهز دغري للخطبه، شو رايك؟ والله ما دقيقة. لك فادي شو؟ مو مره قلت لي انه حكيت معك من البيت؟ بلا بس حكيت من بطاقه ما طلع الرقم. مصباح الدفا؟ لك لا بطاقه تبع الارضي. ليش ما عندهم تليفون؟ ما عندهم خط يعني؟ لك شو بيعرفني شو هالاسئله لك ابو الميز؟ ايوه والله ما انت مو قليله هالبنت يا فادي. لك ابو الميز شو عم تفكر انت؟ انت اعطيني الرقم وما عليك. فهمني شو في ببالك. بدي اقعد انا وياها ونحكي لنا كلمتين. بالله ليش انا مالي لسان احكي اخي؟ بلا مو هذا القصد، بس انا بدي امدحك قدامها، بدي انفشك، لازمك نفش يا ولد. ايه يعني بكره ما قلع على الخطبه. بلا روحي الا بس بيهمني تجيب لي الرقم، واذا ما رضيت تعطيك الرقم اعطيها كرتي. الا هذا كرت حبيبي، حبيبي ابو الميزو، بدي احكي معك كلمتين ضروري. لك حتى لو عطيتها الكارت ما بظنها تتصل، لاني صار لي اسبوع عم بستناها تتصل وما كانت تتصل.
ميست كول جاني. ليش كانت المريضة ما عم تاكل؟ كانت شايف كيف؟ ايه كانت زعلانة من مرت ابوها، قامت حردت عن الاكل كم يوم، شايف كيف؟ تاني مرة ما تخليها تحرد. ايه ها سمعتي؟ عم بيقول الدكتور ما تحردي تاني مرة عشان ما يصير معك فقر دم. نعم، هي كتبت لك الدواء وبامكانك تجيبه من الصيدلية. حاضر دكتور. انا نازل على الصيدلية جيب الدواء وراجع. شو راجع؟ الله يلعن الزمن. لك الحقنا بنات والحقنا ذاك المرض والحقنا الوجع والحقنا بسكيتات. شايفين وقت يا شباب؟ يا الله يلعن الكاذب اليوم اخي وعشر ممرضين وعشر دكاتره ما قدروا يسحبوا من بيدي. لح ابتلى فيه، اللي ابتلى فيه خلاص مسكت الجارحه والخاص بدي اشطه. طلعت هيك سكوت لك صوت صفون صفون الصبح. الله يلعن الوخ. اخ دخلوا شباب. أبو قاسم الورد ما طلع من عدرا يا شباب ولا لسه؟ أنا منه تبع ركن الدين؟ إيه بالثامن بعده. الله يا أبو قاسم مش مشتاق لك، والله مرة طالع أنا وياه خطر أنا سايمين شي سنة، طالعين من قهوة تخبيني، وقت توقف لك سيارة، بينزل منها ثلاث ستات، 11 2 4. تعال هون جا، تعال شو؟ شو الوقفة هي؟ شو واقفين كراجات زبد هاي نحن شو قصتا؟ لك شباب جايين شو على امك يعملوا معه واجب يعني قلعون يعني؟ قالت له وينك انت هلا؟ ما اساس رايح تجيب سوري تجيب مصحف وتجي؟ لك اخي نسيت المصاري نسيته بس المصحف ليكو. شو استاذ انت؟ والله وضعك مو طبيعي. ما بعرف امك شلونها؟ امك امك انت شلونها؟ امك نايمه خلص روح انت عندها نايم مع الشباب. تعال شوف لهون وين رايح؟ لك اخي بس وقف هون 10 دقائق وخلص مشان الشباب. شرط لي هالقصه نحن قاعدين مستشفى الله يخليك. بس 10 دقائق طيب. طيب ماشي يلا روح. طيب معك ربعية؟ شو بدك فيها؟ بدي اعمل واجب مع الشباب قازوز مع قازوز. شيبس معك حق، ما حلو بحقنا. يلا روح خلي بياك يا رب يقبرني ربك. شو اجدب طيب. شاي لولا ما فيش. ما قلت لي على بزر؟ لك على رمزية لك مجنون. على رمزية؟ على رمزية نسيت وعد نسيت. ليش الحقيقة؟ ليش نسيت؟ تعال معي تعال. انت دقت لك؟ 10 دقايق، دقت لك على البيت وما لقيتك، عم دقت لي على التليفون، بس دقت من بطاقة.
قلت لك هتحكي مرة تانية؟ اه والله ما بتوقع ترجع تدق بحياتها. شو تتوقع ما تتوقع؟ شو حكيت معه ولا حيوان؟ قلي شو حكيت معه؟ قلي شو فيه؟ شو حكيت معه؟ ما حكيت معه شيء، سجلت لك المخابرة لأنه عرفان حتعمل هيك. هاد لشو؟ فقسه لشو؟ على فكرة أنا خدمتك خدمة العمر. ألو مرحبا. أهلين، مين؟ أبو أمين، أنت سلطة؟ بذاته، مين أنت؟ هلا ما عرفت مين عم يحكي، رمزية أنا، أعطيني أخوك. وشو بدك منه؟ حلي عنه، ما بكفي اليوم على المخفر من تحت راسك؟ لك شو بتفهمي أنت؟ إن شاء الله بيحلوا مفاصلك، ما حدا طلب رأيك، أعطيني مطيع أحسن لك، عم تفهم علي ولا لأ؟ إن شاء الله مفكرة مطيع لعبة بإيدك، أنت ما بدك بتحاكي وأنت ما بدك ما بتحاكي، حبيبتي هذا مطيع البنات بوقفوا على الدور ليحكوا معه وبيحطوا وصايت وروحي اسألي كمان، هذا أحلى مطيع هاد. عم أقول لك أعطيني إياه وخلصني لآخر مرة عم بحكيها. معناتها ما بدك تصفي على الدور. بما إنك هيك عم تحكي، فهم أخوك إنه أنا رح أنخطب لأول واحد رح يجيني، لأول واحد رح يدق بابها، وكنت بدي إياه يلحق حاله، بس هلأ للأسف فات الأوان، هلأ ما عاد تفرق معي بنوبها. على فكرة أنت واحدة خاينة وفلتانة وكذابة، وأخي مطيع حالي فمين بده يشوفك دبزة بنص خلقتك، فماني؟ وأنا بنصحك نصيحة ما تمر بالشيخ سعد لأن هنيك عم حوص بالأيام. يبعت لك قتلك، إن شاء الله بتفوز فوق أبرك. شايفك مطيع شلون ثبتها؟ وأنا ما دخلني بشي. شبكك مطيع؟ لك أنا والله عم بحكي مشانك، يعني أنت بترضاها؟ إذا أنت بترضاها أنا ما برضاها. شوف أخي عم يلتعب فيه مثل الطابة وعم ينشاط من رجل لرجل ومن جول لجول. حبيبي ما كان يقول حبيبي وديد. بس ولا العم ما اغلطك صحيح، رح حل عني بقى، حل عني. رح حق علي عم ساعدك. قال الخير ان تعمل شرا ياتي. تمشي يا بي؟ ايه فين يا بي ليش؟ قومي قومي بدنا نروح لغرفة تانية، قومي شايفة كيف؟ قومي ليش شو في يا بي؟ لا تجادليني ولا تناقشيني، قومي عم اقلك. ومين عطاك رقم التليفون ابقى اتصل حبيبي. يلا باي. اريدك معجبين ان شاء الله ولا داخلتي؟ اذا انا بنت عاديه جدا وعندي كل هالمعجبين، شو بيكون صار لو انا ممثله او مطربه مثلا؟ بدك تتحملي تقبريني لانه هدول الشباب بيحبوا يتسلوا مع اي بنت ولو كانت مو حلوه. يا حلاوه برك الهي وين خفى حسك. قولي يا مين عشنا وشفناكي عم تحكي يا ست الهام. صحيح انا قلت عن حالي اني بنت عاديه جدا بس كنت عم بتواضع. ليش؟ لانه التواضع من شيم الكبار. بتسدي لسانك جوات حلقك وبتطبي حالك وبتخرسي. بعدين انا مالي اي بنت، انا ست الستات. لك امي اي والله انتي ست الستات تشكلي قاسي ان شاء الله. بس روقونا شوي روقونا. خلاص امي خلاص مفايل. قومي ورجينا المشقه اللي جابت لك اياها خالتك. الهام تغري قلبي. قومي انتي اسمعولي يا والله انا مالي حسنانه. ايه حركي ونشطه حركي ونشطه ما شاء الله عنك. اصحي على مهلك على الارض. أني والله ما عم برد أنا. معجبين معجبين معجبين. شو سكر سلمى ورجينا شو. شوفي مرت عمي شوفي. لحنا ما عم تطلع بقت لحسن. شوفي شو حلوة الشنطة. والله مبينة شي فخمة تمام. حلوة كتير. حلوة وألوانها راكزة ها. حلوة والله مبينة إن كأنه جدد. إيه مرت عمي هاي خالتي إلها ابن بكندا بزق لها أشكال وألوان وشرطك كله أجنبي وبياخد العقل. ايه بس بدك الصراحة كأنه مخرجك. هي بدها بنت حلوة غنوجة أمورة مطقطقة يعني. ليش شو قصدك يعني؟ انفايس ختيارة يا بعدي؟ سديني عيك وليه؟ سديني عيك!
انفايز حبيبة قلبي، فهمي مني كلمتين على رواق. طلعي اللي هي بتلبق لك هاي، معقولة تحمليها انتي خرز وشك وقصاص والوان؟ بدها وحدة صبية. وينك اذا بدك باتلك بشنطتي السوداء اللمي الجلد المشمع اللي بزمناتك قلتي لي عليها حلوه وعجبتك، خديها تقبريني مقدمه. مو على اساس هديك انشقت من سفلة، ولا بدك تعطيها لانفايز القديمه وتاخدي الجديده؟ يشقوا حناكك حبيبتي، انشقت وبدي بادلها فيها. امي تقبري عيوني، دشري لها يا هالانفايز، بكره بوصي لك على احلى منها. امي خلاص الفايز مو بعينها شبعانه وادميه وحبابه، مو مثل بعض جماعات. شو إلهام خانو؟ ما بدك تباركي لي؟ عين الحسود فيها عود. إن شاء الله ما بتقصب حيا رمزية بنت هدى، يبعت لك قتلك إن شاء الله. شو عينك أنت اللي ضيقة في بيتك؟ بس تاذ بتاكلي وما تقطعي حب الحديد والفيتامين حتى تخلصي من فار الدم اللي انت فيه. بدر ما يحتاج حتعطيك المرض. ماشي دكتور لاحق، انت دبري امورك ولبسيها شايفه كيف. وانت شو عجبتك قاعده هون؟ يلا قومي تلحلحي. الو مرحبا. ميت اهلين وسهلين، كيفك؟ لك وينك انت لهلا؟ ليش ما اجيت امبارح؟ مشان الله ما تاخذيني، والله خجلان منك كوميات، بس امي بالمستشفى. خير شبه؟ ما بعرف، ساف قال بالدواء ويمكن يؤثر عليها. وانا مستشفى حاطينها. حطيناها بالاسد الجامعي. معناتها ليك انا على الطريق جاي لعندك. ايه لا لا تجي دخيلك، مشان الله ما تعذبي حالك، الله يخليكي. لك لا ما بيصير، دقيقتين بكون عندك. ايه طيب مثل ما بدك، كتر خيرك. لك شو هالصفه يا اخي، شو هالصفه؟ معقول انت لك اطلع حرك هالسبيل، خلصنا.
لك الله شو قدامك ما بحرز يا زلمه ما بحرز لك ما لك شايفه صح ما بحرز طيب ما بحرز انت هديت يا عم بس ما بحرز قلنا يا ما بحرز ان شاء الله تحط رجلي هيك عندي شغله قضيتها تاخرت عليكي ولا يهمك خبرني شو صار مع الماما ماما لا الحمد لله الماما صارت احسن عجبناكي معنا لا يا متي انت غالي كثير علي الله يسلمك تفضلي تفضلي استاذي شرفي متي لا بقى تقول لي استاذي ناديني سوري معقول هيك تقول لك استاذي حرف يعني ايه يعني لما بنكون لحالنا ناديني سوري يعني شو شايفني استاذي بالمدرسه يعني الله يسامحك معلش يلا خلص ولا يهمك على عيني استاذي تفضلي كان جاي على بالي تعرف طنط مين طنط؟ قصدي الماما امي كثير صديقه حكي هذا ما في احلى منه عندي اخي اخي كثير هذا من عندك اهرب يا فلان اهرب يا فلان لك شو في؟ اهرب امك تشكي علينا انا وياك مسممين وسامعين اهرب عم بحكي علينا ليش حكي لي يا فلان؟ عشان ما يعرفوا انك اخي هون طيب وين بدي روح؟ هيك انا اخوي شو في؟ طب وين بدي يا جماعه؟ هيك بك عيني ملي هالباربان انسي شغله بتاخذ ضبانات المخ وحياه عيونك هدول زباين كثير خاصه بتناسب قطه ناعمه مثلك قلت لك بدي جدول عندك ولا لا حاج تعذب حالك وتروح وتجي وتفرد قدامي طولي بالك يا انسي طولي بالك ليش عم تضوجي علينا بعدين تطلعي هون ها في معه شاور جيل شغله سبيسيال بتناسب قطه ناعمه مثلك عن جد نيالك شو دمك خفيف الله معك واحد اثنين واحد اثنين اوعي تطقي البونجوسه يا انسي لك قديش بتحب العي والفتق والعجن؟ لك ان شاء الله بيقبروا قلبي يا ابو الفوف ما احلى اللت والعجن معهم يقبروا قلبي ما احلاهم. ليش ضايج علينا كل هالقد؟ العمل القصه معها. هات لنشوف شو صار معها، حكت رمزيه؟ والله الوضع مو طبيعي يا ابو الميس. يمكن هذا الشاب عم يحكي معها وخايف تكون اتصلت فيه ووعدته بغير قرنه لانه ما اجت اليوم. بتعرف شو عم يخطر لي؟ عم يخطر لي ابليشي بلوي وخليه تخدخ بالحبوس. هو بيني وبينك بده فركة اذن، بس روق لي حالك شوي وخلينا نشرب لنا كاسة نسكافيه على رواق. اه بس قبل ما نشرب النسكافيه، قل لي رمزية حكت معك على الجوال؟ يا حبيبي يا قمر يلا ماما يلا فيقي لك إما صدقنا إمتى عطلتي هاليوم؟ رح تقضي لي إياه كله نوم؟ يلا أمي قومي تقبريني رح ضل نقع عليكي لحتى تفيقي يلا زمزوم صباح النور وين القهوة أمي؟ ليش فيقتيني إذا القهوة مو جاهزة؟ يلا أمي يلا جاي القهوة هي 950 ومعي ألف بالكومندينا صار 1950 صباح النور حطيها النص حطيها قديم فايز هاي 100 ليرة تعاون نشاط مشان فايز تدفعي له إياها للمدرسة ها الله يخلينا إياك يا رب الله يسلمك يا رب الله يفرج علينا يا رب رمزية اشرب القهوة بسرعة وصاحي صحي ها قوم البسي بدي انزل انا وياك على السوق واخذ لك نقفة تين تنورة بتضيع العقل وبدي اشتري لحالي قلابية حاكم قلابيتي الكحلة صارت كثير كثير مزرية ومو خرج اطلع فيها قدام حدا والزهر فسخت من ورا ظاهر سمنانة شوي انا امي اشتري لي موبايل لا والله ما حذرتي بكره خطيبك تقبريني بيشتري لك احلى موبايل وخليه هو يدفع لك الفواتير والله انا محمل ادفع فواتير بعدين المحل يا دوب يا دوب يلي عم يطلعوا يكفينا حق اكل امي مشان الله بوس ايدك ورجلك اشتري لي موبايل وحياه النعمه دايبه صمصومه قلبي على الموبايل اقسم بالله العظيم كل وحده شرشوحه اكثر من الثاني ابشع مني كلياتهم حاملين موبايل وعم يحكوا فيه على الفاضي والمليان ويتمخترو فيه بالشوارع
بوس ايدك امي. ولك حلوة عني. موبايل. قومي غسلي وشك يلا والبسي. لك يبعث لك الهنا والسعادة ان شاء الله. شو بتنقي امي اذا غسلت وشي تشتري لي موبايل؟ ايه قومي قومي. ولا على عيونك بدك موبايل؟ ايه بدك الحمى اللي تسفقك سفق. وتنطفي هالبيت شوي ولا بدك تستقبلي خطابينك والبيت بقرف مزفه؟ لكي انا ماني قدرانه ها بطني صاير لحلقي. ليكني ليكني قايمه هون. لك شو بكي لهيك ملبكه؟ ما في شيء بس هيك راسي شوي عم يجعني. ايوه راسي عم يجعني. ايه سلامتك. بلدية الكوسة. جرابة على المكسور. جرابة على المكسور. صبيع البوبو يا خيار. صبيع البوبو يا خيار. جرابة على المكسور. جرابة على المكسور. على المكسر البطيخ. على المكسر البطيخ. يلا رمزية يلا ماما صرنا ساعة واقفين قدام الباب. يلا تقبرين استعجلي. تعالي يا غزل هاكي كده تيجي كده كده كده. شبكي 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 ليش فتحت امك مثل المهابيل وعم تحلي فيني هيك؟ لك مو عاجبتك تقبريني؟ مو كأنك مكترة مكياج من الصبح. انا حرة حبيبتي ما حدا قاله عندي شيء. ايوه ماما هلا وقتكم تتناقروا خلصونا خلونا نمشي. ما بتعملي مو منشان شيء مشان ما اصير فرجة بالطريق. والله على كل الاحوال حتصيروا فرجة طالما انا ماشية معك حبيبتي. لكن بدنا نطلع على منظري. يلا امشوا امشي. هيك كده كده وين رايح يا حبيب وين؟ راحت على الدرويش يلي بيرضى وبيعيش. ضيع أمل ضيع حلم دهن الهوى ورنيش. راحت على الدرويش ميش أحلم وميش. لما القلب تعبى ظلم لبس أشواق وخير. عيش 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 عيش, عيش, عيش. ليهمك دموع ليهمك تشويش. ليهمك دموع ليهمك يهمك دموع ليهمك.
كسر الخواطر وغير زمن.